وللحديث مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع والملف ينضم إلينا هاتفيا على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. كيف تقرأ إذن قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، والتي أكد فيها على حرصه على تنفيذ كافة وعوده تجاه الشعب المصري؟ بطبيعة الحال، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس عقد حفل إفطار الأسرة المصرية، والقرارات التي أعلنها في نهاية كلمته هي قرارات في منتهى الأهمية. وإذا تمكنا المجتمع المصري، حكومة ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وقوى سياسية مختلفة، من تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، أظن أن المجتمع المصري سيشهد دفعة مهمة جدا للغاية في مجالات كثيرة جدا، من أول الحوار السياسي الذي تحدث عنه السيد الرئيس، نهاية بدعم المجتمع الأهلي، مرورا بملفات كثيره، كل ملف وحده يستحق نقاشا كبيرا ومفصلا، خصوصا دعم القطاع الخاص، توطين الصناعه الوطنيه، دعم الفلاحين اللي بيزرعوا القمح، طرح الشركات المملوكه القوات المسلحه في البورصه، في مجموعه كبيره جدا. طبعا الناس كثيره ركزت على الحوار السياسي الذي اطلقه الرئيس، وخصوصا تاكيده ان الوطن يتسع للجميع. هذا امر بطبيعه الحال يعني اهتم به كثيرون، ليس فقط في داخل مصر، ولكن الكثير من وسائل الاعلام العالميه اهتمت بهذا الامر. وقول الرئيس انه سيطلع بنفسه على مخرجات هذا الحوار لضمان تنفيذه بالصوره الصحيحه التي يتم الاتفاق عليها، ومفترض بعد اجازه العيد ان شاء الله ان يعني يتم البدء في طرح الافكار المناسبه للطريقه المثلى لتنفيذ هذا الحوار. نعم. هناك ايضا جانب لا يقل اهميه، وهو لجنه العفو وتوسيع دورها وتوسيع اعضائها والافراج عن بعض المحبوسين بقرارات من النيابه العامه، وهي بادره حسنيه طيبه جدا واشاره طيبه على حسن النوايا. وبالتالي كل هذه الخطوات اظن انها يعني تساعد على زياده مناعه. أستاذ عماد، يعني قرارات السيد الرئيس بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة هذا الحوار السياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، والتي أيضا تفضلت حضرتك بذكرها، ما رأيك فيما يتعلق بترتيب هذه الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة؟ انا اظن ان هي يعني دايما بيقولوا في السياسه، دايما يقولوا هل نبدا بالسياسه او نبدا بالاقتصاد. انا اظن انه الامور كلها متداخله، بمعنى انه حينما يكون هناك مناخ سياسي طيب وايجابي يساعد في تشجيع الاقتصاد، وحينما يكون هناك نموا اقتصاديا جيدا يساعد في الاستقرار العام، وبالتالي الامور متداخله. والمنطق الذي كان يعمل به الرئيس دائما هو ان تسير كل الملفات معا، وبالتالي علينا ان نكون نسير في كل الملفات باكبر قدر ممكن مستطاع، حتى نحقق ما نصبو اليه وما نتمناه ان شاء الله من نتائج لهذه القرارات. واتصور انه يعني يتوقف كلما يعني كان فيه اعداد جيد و للحوار وللمشاركين فيه، أنا أظن إن احنا سنحقق إن شاء الله نتائج إيجابية. نعم، يعني كان هناك أيضا حزمة من القرارات بالأمس يعني أصدرها سيادة الرئيس، سواء في الاتجاه الاقتصادي أو في السياسي، يعني كانت سياسية واقتصادية في طابعها بشكل عام، وكان منها أيضا تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين، سواء كانت هذه المحفزات مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة طبعا الاكتفاء الذاتي من القمح. يعني أيضا يعني هل ترى أن هذا التوجيه أو التكليف جاء في الوقت المناسب بالفعل، وخاصة في ظل الأزمة العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية؟ بالطبع ده في وقته تماما. نعلم جميعا أن
مصر من يعني من اكبر الدول استيرادا للقمح، هي ايضا تستورد 80% من احتياجاتها من روسيا واوكرانيا، وبالتالي في مشكله كبيره في سوق القمح العالمي لا تخص مصر فقط ولكن تخص العالم اجمع. لكن مشكلتنا ربما اننا الاكثر استيرادا للقمح، وبالتالي مع ارتفاع اسعار القمح وما قدمته الدوله والموازنه العامه من دعم ل يعني توفير احتياجات القمح خصوصا في نهايه الموازنه الاخيره او في المستقبل، هذا الامر دعم الفلاحين ودعم المزارعين هو امر طيب جدا. حينما ندعم الفلاح المصري اكثر فنحن نشجعه اكثر على الانتاج بدلا من ان ادعم المزارع او المستورد الاجنبي. كلما تمكنت من اقناع او من دعم المزارع المصري كلما ساهم اكثر في توريد المزيد من المحصول الى وزاره الزراعه. كلما ايضا اقبل على زراعه القمح وهي نقطه في غايه الاهميه، نعلم ان مصر في هذا العام زودت المساحه المزروعه قمحا حوالي 500,000 فدان، وهيبقى في حوالي 3.5 مليون فدان، 3.5 مليون طن مستهدفه من الجمع من الفلاحين، والحكومه قدمت اغراءات بالفعل وحوافز لزياده سواء فيما يتعلق بالسعر او بالحوافز لمن يورد قمح اكثر اضافه لبعض الاجراءات الاداريه اخرى. لكن في كل الاحوال كلما كانت هناك حوافز تشجيعيه من الحكومه كلما كان ذلك افضل. دعم المزارع المصري هو مدخل مهم ليس فقط بمناسبه الحرب الاوكرانيه او الحرب التي تدور في اوكرانيا، ولكن بشكل عام هدف اساسي، هدف اساسي صحيح من اهداف الدوله المصريه. طيب ايضا استاذ عماد، يعني من ضمن القرارات الاقتصاديه بالامس كانت تكليف الحكومه بعقد مؤتمر صحفي عالمي، وهذا المؤتمر كان يعني بيهدف لاعلان خطه الدوله المصريه للتعامل مع الازمه الاقتصاديه العالميه التي يشهدها العالم حاليا. كيف ترى انعكاسات هذا المؤتمر، وكيف يمكن من شأنه أن أيضا يضع العالم في الصورة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة أيضا في الاقتصاد المصري؟ هذا موضوع شديد التشعب ويتضمن كثير من النقاط. يعني طبعا مهم جدا الحكومة المصرية تعلن للعالم وللشعب المصري أولا قبل العالم حقيقة الأزمة، هذا شيء مهم جدا حتى يستطيع الشعب ان يساند الحكومه في هذه الازمه ونمر منها باقل الاضرار ان شاء الله. نمره 2 توضيح الصوره للمستثمرين والقطاع الخاص. هناك ازمه عاسيه يعاني منها العالم، ازمه نتيجه تداعيات كورونا اولا ثم اوكرانيا ثانيا، لكن المدخل الاساسي هو ان نقنع المواطنين المصريين طبيعه الازمه، كيف يمكن ان نصل لحلول، كيف يمكن ان يتضافر الجميع لحل هذه الازمه، لان هذا موضوع شديد الأهمية. نعم مهم أن نقلع العالم، مهم المؤسسات التمويل الدولية بالمناسبة يعني أكثر دراية بالاقتصاد المصري، ونشهد كل يوم تقارير تخرج سواء من صندوق النقد أو من البنك الدولي أو من مؤسسات زي ستاندرد أند بورز وموديز اللي هي بتقدم التصنيفات والاقتصادات الدولية. فبالتالي مهم أن يعني نقنع المواطنين المصريين بحقيقة ما يحدث، ثم نقنع المستثمرين سواء المصريين او الاجانب، لانه لا يمكن لنا ان نتحرك للامام قدما بدون تشجيع الاستثمار خصوصا الاستثمار المحلي ثم الاستثمار الاجنبي المباشر. نعم، كان ايضا يعني في سياق القرارات الاقتصاديه التي اتخذها سياده الرئيس بالامس كان يعني ان المرحله القادمه ستشهد دعم مضاعف للقطاع الخاص في مصر للاطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد المصري، وأيضا أن الدولة ستضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وأيضا يعني إطلاق مبادرة لتوطين الصناعات الوطنية في مصر للاعتماد على المنتج المحلي، وهذا طبعا يعد أمر هام جدا، وتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وأيضا الاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري. هذه الحزمة من القرارات الاقتصادية هل لها أن تحقق نوع من أنواع التوازن والاستقرار الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية أو توفير السلع الاستراتيجية للمواطن في هذه المرحلة؟ بطبيعة الحال إذا أحسن التنفيذات ستحقق المراد منها. الأمر يتوقف على طريقة المعالجة، طريقة
التنفيذ على الارض. يعني الفكره حزمه القرارات التي تحدثت عنها حضرتك هي متداخله ايضا. يجمعنا في اللحظه التي سندعم فيها القطاع الخاص المنتج، وانا اتحدث هنا وضع كثير مخصوص على كلمه المنتج، لان هناك يعني سوء فهم لدى بعض المصريين بالتعامل مع القطاع الخاص باعتباره كله سيء. لا، القطاع الخاص المنتج هو الراجل المستثمر المحترم الجاد الوطني اللي بيعمل مصنع، اللي بينتج سلع ضروريه للمجتمع، اللي بيشغل مواطنين بياخدوا مرتبات ثابته وبيقلل البطاله. ده يعني علينا ان احنا نشد عليه وعلى ايده ونقول له شكرا ونشجعه على المزيد. حينما ادعم هذا القطاع الخاص، حينما اوفر له مستلزمات الانتاج، فانا بالتالي بعمق الصناعه الوطنيه وبزودها وبقلل الانصراف. وفي نقطه مهمه طبعا، كيف يمكن المواءمه بين نقطتين مهمتين؟ النقطه الاولى هي تقليل الاستيراد قدر المستطاع، وفي نفس الوقت عدم الاضرار بالسلع الوسيطه اللازمه للصناعه الوطنيه من قطع غيار او مستلزمات مستورده لابد من دخولها. نعلم ان الدوله المصريه الان جاده في مساله تقليل الاستيراد قدر الامكان حتى نوفر استنزاف العملات الصعبه في مصر، لكن في نفس الوقت علينا ان نقيسها بميزان من الذهب ونشجع ايضا الصناعه الوطنيه على الا تتاثر بكل تاكيد هذه القرارات. نعم، بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك إذا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معنا في التاسعة.